يعني بالنسبة للمنظار، هل ممكن ان هو بيتعمل في غرفة عمليات ومحتاج بقى يعني اجهزة ومعدات، ولا ممكن في غرفة عادية؟ لا، هو المنظار المفروض ان هو عملية جراحية، بس هي احنا بنسميها عملية جراحية مصغرة. تمام. وهو يعني انا السؤال بتاع حضرتك دوت فكرني الحقيقة في اختلاط بيحصل عند دايما المشاهدين او المرضى بين كلمة منظار وبين كلمة ليزر، ليزر يمكن عشان تشابه الحروف اللي بينهم. بالظبط. اه فتيجي مثلا مريضة تقول لي انا عايزة اشيل الورم الليفي بالليزر، او عايزة مثلا اشيل كيس على المبيض، قالوا لي بيتشال بالليزر. لا، هو الليزر دوت عبارة عن ضوء ليزر زي الليزر الاخضر اللي احنا كده بنوجهه، ودوت له استخدامات في حاجات كتير جدا في الطب، ومش محتاج جراحة، يعني في معظم الحالات بتاعته مش محتاج جراحة. لكن المنظار عبارة عن آلات رفيعة جدا بتدخل من جروح صغيرة وبندخل جوه تجويف البطن او جوه تجويف الرحم. يمكن المنظار